أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، ونطالع فيها أهم ما تقوله الصحف الصادرة اليوم وما جاء في المواقع الإخبارية. والبداية من موقع عدن تايم، والذي تابع ما حدث أمام معسكر الصولبان وسط مدينة عدن. وينقل الموقع عن مصدر عسكري في المنطقة الرابعة قوله أن الانتحاري الذي قتل العشرات من المجندين تمكن من التسلل إلى مقربة من تجمع الجنود، ودعا الجنود المتواجدين أمام المعسكر للاقتراب منه ليصرف لهم المرتبات، وما أن التفوا حوله فجر نفسه، ما خلف ذلك العدد الكبير من الضحايا. وكشف المصدر لعدن تايم أن ضحايا التفجير الانتحاري جميعهم من الجنود المستجدين التابعين للواء 111 مشاة، وقد تواجدوا في موقع التفجير أمام معسكر الصولبان منذ نهار الجمعة وحتى عصر السبت بانتظار وصول اللجنة ليتم استكمال إجراءاتهم وصرف مرتباتهم. موقع عدن الغد تابع ذات الموضوع وقال في صفحته الرئيسية: الرئيس عبد الرب منصور هادي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق في مجزرة معسكر الصولبان بعدن. وقالت مصادر في الحكومة الشرعية اليمنية إن الرئيس هادي وجه بتشكيل لجنة تحقيق في واقعة التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة عشرة المجندين في خور مكسر بعدن. ومن عناوين الموقع: قائد المنطقة العسكرية الرابعة: فتحنا باب التحقيق في واقعة تفجير الصولبان ولن يهدأ لنا بال حتى نصل إلى القتلة. وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن: إن عدن لا تزال تعيش أجواء حرب تحاول عبرها المنظمات الإرهابية التابعة لصالح والحوثيين زعزعة الاستقرار. ملف سياسي مجمد تحت هذا العنوان، كتب صادق ناشر مقاله المنشور في صحيفة الخليج وقال: يدرك الأمريكيون كما يدرك الحوثيون وأنصار صالح أن تصريحات كير الأخيرة في مسقط لا تفيد العملية السياسية أبداً، فهي تتجاوز طرفاً في المعادلة السياسية والعسكرية والمتمثل بالشرعية، وإن كانت فضحت الدور المزدوج لتحالف الانقلاب في الداخل الذي يدعو ليلاً ونهاراً للموت لأمريكا فيما يقود معها مباحثات سرية في مسقط وغيرها. لا أمريكا ولا غيرها تستطيع تغيير المعادلات في اليمن، لأن من بيدهم القرار هم اليمنيون وحدهم، فهم القادرون على إنهاء الأزمة القائمة في بلادهم إذا ما أحسنوا الظن ببعضهم بعضا، وإذا ما تخلصوا من فكرة الانتقام ودخلوا مرحلة التنازلات والتضحيات، لأنها الوسيلة الوحيدة لإنقاذ بلادهم من مرحلة الفوضى الشاملة التي تغرق فيها شيئا فشيئا. مع الأسف فإن التطورات الأخيرة على المستويات السياسية والعسكرية لا تنبئ باختراق كبير في جدار الأزمة القائمة في البلاد منذ سبتمبر أيلول من عام 2014 عندما أسقط الحوثيون صنعاء بالتعاون والتنسيق الكاملين مع صالح، بل وحتى ما قبل ذلك التاريخ، حيث كان اليمن يغلي منذ أحداث عام 2011 التي أفضت إلى خروج صالح من المشهد كحاكم، وإن ظل حاضراً في المشهد السياسي. ولا يبدو أن أي طرف يقبل بالتعاطي مع مبادرة كير في الوقت الراهن، فالكل ينتظر الرؤية التي ستحملها الإدارة الجديدة للبيت الأبيض بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، وبالتالي فإن الملف اليمني قد يتجمد عدة أشهر حتى تتضح الصورة بشكلها النهائي، ثم تبدأ صياغة حل للأزمة كما هو الحال مع بقية الأزمات في العالم من بينها الأزمة السورية. يروي شهود عيان لموقع المشاهد جريمة هزت محافظة ذمار، وهي مقتل الطفل مشعل محمد صالح مشرف برصاص مسلحي جماعة الحوثي بمدرسة في مديرية الحدا، بعد رفض المعلمين في المدرسة ترديد الصرخة في مدرستهم، ونشب خلاف بين المعلمين ومسلحين تابعين لجماعة الحوثي. بعدها وفقا للموقع، قام المسلحون بإطلاق الرصاص الحي ما أدى إلى مقتل الطفل مشعل. أسرة الطفل القتيل قالت إنها ترفض استلام الجثة إلا بعد حضور النيابة وتسليم القتلة المعروفين بالاسم. يتابع المشاهد: الصرخة باتت مصدر خلاف كبير بين جماعة الحوثي وحليفها حزب المؤتمر التابع للرئيس السابق، حيث يرفض الكثير من أنصار صالح ترديد شعار الصرخة في عدة أماكن بما فيها المدارس التي تسعى جماعة الحوثي إلى السيطرة عليها.
قالت شرطة خفر السواحل بمحافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إن 15 صيادا يمنيا قد وصلوا إلى ميناء الاصطياد بالمحافظة على متن قارب صيد قادمين من إريتريا. وقال الموقع أن الصيادين أفادوا لدى وصولهم أنهم ظلوا محتجزين لدى السلطات الإريترية منذ أغسطس الماضي إلى أن أفرج عنهم في اليومين الماضيين. وقال الصيادون إن قواربهم وعددها 4 ما زالت محتجزة لدى الإريتريين. يتابع يمن مونيتور، تحتجز السلطات الإريترية بشكل متكرر العديد من الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية دون معرفة أسباب واضحة لذلك. حق اليمني المهدور، تحت هذا العنوان كتب وليد علوان مقاله المنشور في المصدر أونلاين. من البديهي قول أن هذا التطور في مسيرة حقوق الإنسان لا يشمل كل سكان الكرة، ففي وقت تتصدر أوروبا وأمريكا الشمالية وبعض دول آسيا وأستراليا، نجد ترديا واضحا في معظم دول إفريقيا وبعض دول آسيا. ينسحب هذا التردي على المنطقة العربية مع بعض الاختراقات في أكثر من دولة عربية تتمثل في الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير. اليمن وبعد تخلصها من الحكم الإمامي الفردي وسلطة الاستعمار المباشرة مرت بحقبة استمرت لنصف قرن تحت النظام الجمهوري الذي أحدث بعض التقدم في تعزيز حقوق الإنسان. وقد كانت ثورة فبراير الحدث الشعبي الأبرز في هذا الجانب بما قدمته من مبررات لقيامها وأهداف تسعى لتقريرها، الأمر الذي أنعش آمال الناس بعهد جديد من الديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير والمساواة والعدالة الاجتماعية بيمن جديد. لكن هذه الآمال لم تعش كثيرا، وهي ترى تحالف قوى الاستبداد القريب والبعيد تخوض معها معركة الفناء وتطيح بكل الجهود التي بذلت في سبيل بناء اليمن الجديد لتحيله يمنا أقدم من القديم، حيث لا دولة ولا قانون، وإنما ميليشيا هي السلطة والجيش والأمن والقضاء، وهي كل شيء لتضع حقوق الإنسان اليمني في جيل ما قبل الصفر. إلى محافظة تعز، حيث عنون موقع الاشتراك نت فيما يخص مواجهات ضواحي المدينة. مواجهات عنيفة في حيفان والميليشيات تقصف القرى السكنية بالكاتيوشا. وقال الموقع إن مديرية حيفان جنوبية تعز تشهد مواجهات عنيفة بين أفراد اللواء 35 مدرع وميليشيات صالح والحوثي. وأفاد مراسل اشتراك نت أن مواجهات عنيفة بين الجانبين تشهدها جبهة المفاليس بالتزامن مع قصف بصواريخ الكاتيوشا تشنه الميليشيا على قرى متفرقة بالمنطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من حيفان. موقع المصدر أونلاين عنون في صفحته الرئيسية تحالف رصد يدعو المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته بما يحمي المدنيين من انتهاكات الحوثيين. يقول الموقع دعا التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان رصد المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية لحماية المدنيين من انتهاكات مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح. وتأتي تلك الدعوة بالتزامن مع حلول ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وكان التحالف اليمني قد أبلغ منظومة الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية عن العديد من حالات التعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والحبس الانفرادي التي تعكس الوضعية المتردية لحقوق الإنسان داخل البلاد. كما طالب التحالف المدني وفقا للموقع جماعة الحوثيين بالسماح لكافة المنظمات المحلية والدولية بزيارة المعتقلات والسجون التابعة لهم. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. سقف نقاشنا فضاء حر، نعرض فيه مختلف الآراء والتوجهات، نناقشها دون قيود أو تحفظات، لنضعها بين أيديكم على طاولة فضاء حر. أهلا بكم من جديد. صحيفة الاتحاد الإماراتية تابعت جهود الحكومة الشرعية في تحقيق
في التحقيق والتحري حول حادثة غرق العبارة عرض البحر منتصف الأسبوع الماضي. وقالت الصحيفة إن الحكومة وجهت بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة غرق العبارة المنكوبة قبالة سواحل سقطرى. وأفاد محافظ حضرموت أحمد بن بريك أن توجيهات صدرت إلى الجهات الأمنية المختصة بالمحافظة لإلقاء القبض على الوكيل الناقل للركاب المسافرين المسمى فرج الله والمستأجر وتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الغرق والحمولة للسفينة والتأكد من مدى الالتزام باللوائح المنظمة لعمليات النقل وإجراءات السلامة والصيانة من قبل هيئة موانئ البحر العربي وخفر السواحل وأجهزة البحث والتحري واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. وأضاف محافظ حضرموت أن الكشوفات الأولية التي تم جمعها من غرف العمليات للناجين من حادثة الغرق كشفت عن وجود أسماء غير موجودة بقائمة الركاب الذين تم تسجيل صعودهم للعبارة، وهو ما يؤكد وفقا للمحافظ أن هناك ركابا أضيفوا بطريقة غير شرعية ليرتفع عدد الركاب إلى 70 راكبا، في حين أن عدد الركاب المسجلين هم 47 راكبا فقط. وأشار بن بريك أن المعلومات الواردة بحسب روايات بعض الناجين أن تسريبات للماء حدثت في الجانب الأيسر للعبارة لم يتم السيطرة عليها أدت لغرقها، مؤكدا أن البحث ما زال جاريا لمعرفة مصير 39 مفقودا حتى الآن. قالت صحيفة العربي الجديد إن الجهاز الأمني الخاص بمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن بدأ تقييم مدينة عدن من أجل تحديد إمكانية انتقال المنظمات من صنعاء إلى عدن بعد إعلانها عاصمة مؤقتة للسلطة الرسمية اليمنية العام الماضي. ويقول مصدر في الأمم المتحدة للعرب الجديد إن اعتزام المنظمات الانتقال إلى عدن جاء نتيجة الضغوط المستمرة من المسؤولين أهمهم رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية في ظل التحديات الأمنية الحقيقية في المناطق الواقعة في شمال البلاد والتي عرقلت عمل المنظمات ومنعت وصولها إلى المناطق الأكثر حاجة عدا عن تردد المانحين في التمويل للسبب نفسه. ويتوقع المصدر أن تستغرق الدراسة 6 أشهر كحد أقصى على أن تتناول أمورا عدة أبرزها الوضع الأمني وجهوزية مواقع الخدمات والدعم، لا سيما بعد تغير وضع المدينة في ظل تأثير الحرب على بنيتها التحتية وخدماتها. ويؤكد المصدر أن أحد أهم عوامل جذب المنظمات إلى عدن في الوضع الحالي هو التحقق من سلامة وصول الطائرات التي تحمل المساعدات والموظفين بالسلام إلى مطار عدن الدولي وقدرة المرفأ البحري على استقبال سفن الإغاثة. يضيف المصدر بعد التحقيق من الاستقرار الأمني يجب أو التحقق من الاستقرار الأمني يجب التأكد من توافر مخازن السلع والمؤن الكبيرة بالإضافة إلى التأكد من إمكانية مرور قوافل الإغاثة بشكل آمن من المدينة إلى باقي المناطق الأخرى بسلام. أزمة الديمقراطية في الشرق الأوسط، تحت هذا العنوان كتب محمد عاكف جمال مقاله المنشور في صحيفة البيان، حيث قال: تزداد القناعة تدريجياً بأن هناك إشكالات لدى شعوب منطقة الشرق الأوسط في تقبل المبادئ الديمقراطية، على الرغم من أن التركيبة المجتمعية بتنوعها الإثني والديني والطائفي والثقافي لأغلب هذه الشعوب تجعل من النظام الديمقراطي ضرورة ملحة وليس خياراً مترفاً. بدأ تفكيك الأنظمة الشمولية في المنطقة والحديث عن الأخذ بالديمقراطية كخيار لنظام الحكم منذ سقوط النظام العراقي السابق، وتعزز هذا النهج لاحقا مع اندلاع ثورات الربيع العربي، إلا أن التجربة التي تمخضت عن هذه الأحداث ليست مشجعة. الثورة ليست مجرد تغيير في علاقات الإنتاج الاقتصادية كما تفسرها بعض الفلسفات السياسية، وليست قلب نظام حكم وإبداله بنظام آخر، بل إزالة العوائق التي تقف أمام إجراء إصلاحات حقيقية في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح الشعوب وبما ينسجم مع روح العصر ونكهته. التعددية التي نشهدها في بعض الدول ليست في جوهرها تعبيراً عن نظام ديمقراطي حقيقي، قدر ما هي مظهر شكلي صنعته أدوات وأساليب غير ديمقراطية للتأثير على الناخب أو استخدام المال السياسي في توجيه إرادته أو استخدام الميليشيات
للتأثير على سير العمليات الانتخابية بالتهديد والترهيب أو غير ذلك الكثير مما هو موجود فعلا في عالم الشرق الأوسط من الأساليب التي تضفي صفة الشرعية على النظام الحاكم. لم تكن الديمقراطية هاجسا حقيقيا في الحياة اليومية للإنسان في الشرق الأوسط، وهو المثقل بهموم من أنواع أخرى، فهي لم تكن ضمن الأولويات بالنسبة لمجتمعات هذه البلدان. صحيفة الخليج الإماراتية تابعت الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون وعنولت تقرير معظم اليمنيين ضحايا الانتهاكات، وقال تحالف مدني يمني يعنى بحقوق الإنسان إن معظم السكان في اليمن يتعرضون لانتهاكات متعددة في معظم الحقوق. وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في بيان صحفي نشره أن اليمن يعيش وضعا إنسانيا بالغ الصعوبة، وأن غالبية الشعب يتعرضون لانتهاكات متعددة في معظم حقوقهم الأساسية التي من أهمها حق الحياة والعيش بأمان. وأضاف التحالف أن اليمن يشهد هذه المناسبة في ظل واقع فرضته ميليشيات الحوثي وصالح التي انقلبت على السلطة ومارست أبشع الجرائم اللاإنسانية. صحيفة البيان الإماراتية تابعت مجريات تسلم جائزة نوبل للسلام لهذا العام، وقالت الصحيفة الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس يتسلم جائزة نوبل للسلام في أوسلو. واعتبر سانتوس في خطاب قبول الجائزة أن الاتفاق الذي أنهى نزاعا مستمرا منذ نصف قرن في بلده قد يشكل نموذجا للدول الغارقة في الحروب على غرار سوريا. وأضاف أنه بهذا الاتفاق يمكننا القول إن القارة الأمريكية من ألاسكا إلى باتاغونيا أصبحت أرض سلام. وإلى صحيفة القدس العربي والتي تابعت أحد الموضوعات العلمية ونقلت عن باحث سايكولوجي قوله إن الإنسان يقضي 80% من عمره في الأحلام والخيال والذكريات. ويرى أخصائي علم النفس العلاجي والطبي مروان دويري أن الخيال والأحلام والذكريات صور ذهنية من نتاج حواس الإنسان ودماغه، وهي تدل على شخصية صاحبها بعقله الواعي وغير الواعي. ويكشف أن الإنسان يبدد 80% من وقته في التخيل والتذكر والحلم، أي أنه يقضي 64 سنة في التعامل مع صور ذهنية وأحداث داخل دماغه، منها 6 سنوات يعيشها في أحلام ليلية، و12 عاما في أحلام يقظة، و30 سنة في استعادة تجارب الماضي وتخيل ما سيحدث في المستقبل. يتابع دويري 16 سنة نوم بلا أحلام، وبقية حياته يقضيها في التعامل مع الواقع المادي الذي ترافقه صور ذهنية وخيال أيضا. ويوضح أن الخيال نوع من التفكير يأخذنا بشكل تجريبي لمسح البدائل التي نتجول فيها كي نقرر ماذا نفعل، ماذا نأكل، وكيف نتحاشى العنف والقتل. هل يمكن أن تخترع البشرية طريقا ثالثا؟ تحت هذا العنوان كتب فاضل السلطاني مقاله المنشور في الشرق الأوسط. كان المؤرخ البريطاني إريك هوبزباوم يرى منذ 90s القرن الماضي أن العالم فقد توازنه بعد أن عرف فترة ذهبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية حتى منتصف 70s. فقد حدثت آنذاك تغييرات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وخرج 80% من الجنس البشري من القرون الوسطى، لكن ترافق مع التراكم السريع للثروة والمعرفة على مدى ربع قرن انفلات هائل لقوى السوق أدى بالضرورة إلى إضعاف الإحساس بالمصالح والإرث المشتركين. ما الحل إذن؟ هل هناك طريق ثالث لم تخترعه البشرية بعد؟ كان فيلدريك إنجلز يقول إنه ليس أمام البشرية سوى طريق واحد، الرأسمالية أو الاشتراكية، ولا طريق ثالث بينهما، لكن يبدو أن خلاص البشرية يكمن فقط في اختراع هذا الطريق الثالث، ليس بالمعنى الذي عناه توني بلير حين كان قائدا لحزب العمال البريطاني. هو يعمل الآن على تأسيس معهد يجمع عددا من المسؤولين العمال والمحافظين السابقين لدراسة ظاهرة الشعبوية،
وليته لا يفعل، فمعهد بهذا الشكل لن ينتج شيئا مهما، بل بالمعنى الذي حلم به التنويريون الكبار، طريقا تتعانق فيه قيم الحرية والعدالة بدلا أن تنفي أحدهما الأخرى كما حصل في المجتمعات الاشتراكية السابقة وكما يحصل الآن في المجتمعات الرأسمالية. هل يمكن أن تجد البشرية مثل هذا الطريق ولو في مستقبل غير منظور بعد؟ في إطار مشروع فني أطلق عليه اسم مشروع جدران دبي، اجتمع 16 فناناً عالمياً لتركيب بصماتهم في شوارع دبي بعدما حولوا جدران المدينة إلى لوحات فنية تجذب الزوار والسياح. نتابع بعضاً من تلك اللوحات التي تعكس توجهات الفنون الحديثة والتي وردت في صحيفة البيان. بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.